في هذا الحفل الديني الكبير ترفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين وينصرهم نصرا مبين نصرا يعز بأن يكلل بالنجاح أعماله ويحقق آماله ويبارك خطواته السديدة وبأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أسره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبباقي الأسرة الملكية الشريفة كما يتوجه المصلون بالدعاء إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والرضا والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما وأمير المؤمنين الحفل الديني الكبير إحياء لها سيرا على نهج الأسلاف ليلة عظيمة دعانا الرسول الكريم إلى التعرض لنفحاتها والإكثار من الذكر وأعمال البر طلبا للرحمة في ليلة عظيمة اصطفاها الباري تعالى لينزل فيها إلى السماء الدنيا أقدس كتبه ومعجزة رسالته الخاتمة القرآن الكريم ليلة شرفها الله تعالى بأمن وأمان وسلم وسلام حتى مطلع الفجر. الله أكبر الله
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الله أكبر سمع الله لمن حمده